بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنبدأ حلقتنا اليوم بالإطلالة على حالة خطوط المجال المغناطيسي للأرض، حيث أننا بدأنا نرى خطوط البيانات الإطباقية بالرسم التقاطعي، وذلك نظرا لقوة النبضات وكثافة تواترها التي تضرب الغلاف المغناطيسي للأرض. وبما أن الأرض تتجه نحو قطاع الاصطفاف الدوري، ولشرح هذا المصطلح لأن العديد من الإخوان أو الإخوان الجدد لا يعودون إلى الفيديوهات القديمة لرؤية مثل هذه المصطلحات، فالاصطفاف الآن في هذا التوقيت من العام، أي بداية من شهر 5 إلى شهر 9، يسمى بالاصطفاف لأقرب ذروة مدارية، ويكون تكون أقرب ذروة مدارية في شهر 7. وكذلك هناك اصطفاف آخر وهو لأبعد ذروة مدارية، ويكون خلال شهور الإخفاء، يكون من شهر 12 إلى شهر 4، حيث تكون الأرض وراء مختفية وراء الشمس في مدارها حول الشمس. وكما قلت، فنحن متجهون الآن في تقدم مضطرد كل أسبوع للوصول لأقرب نقطة مدارية في شهر 7، حيث أننا لو قارنا الآن بيانات الآن مع بيانات لنعتبر شهر يناير مثلا، لوجدنا فرقا كبيرا فيما بينهما، حيث يسجل حقلنا الأرضي تشوهات وإطباق جد شديد، وذلك نتيجة انصباب قوة داخلة تحدث تشوهات حقلية تصل لحالة الانتباج، وهي تحت خط الحرج بحوالي 400 كيلومتر ثانية، أي بسرعات جد ضعيفة كما ترون في الصور. فأي صورة فيها دوامات بها خطوط حمراء، هذا دليل على أن قوة الانصباب أو القوة الداخلة هي قوة تحت خط الحرج وضعيف، قوة ضعيفة نسبيا. وهذا دليل واضح على ما يعانيه الحقل الأرضي من ضعف وانضغاط مستمر، وذلك نتيجة لاستمرار هذه القوة الضاربة الداخلة التي تؤثر عليه. ولو زاد التواتر بشكل أكبر لبلغنا تحقق الانهيارات الفعلية. تركيزنا الآن نحو الأربع شهور القادمة، وعليها سنقيس مدى الاقتراب الكتلي لزائرنا. إذا تحققت الانهيارات الثلاثة خلال أسبوع، والملاحظ أيضا أن رنين شومان يسجل حالات اختزانية شديدة، وكذلك الخريطة الحقلية للتوزع الأيوني الأرضي، حيث يشهد ألوانا متطرفة تنبئ بالأسوأ. أيها السادة، لا يمكن لمنبع حقلي يفوق قوة حقل الأرض بكثير أن لا يحدث أي تأثير إذا كانت المسافة لا تقل عن 100 مليون كيلومتر. يلزمنا إطباق أكبر، وهذا ما نعول عليه في الفترة القادمة مع العودة مع عودتنا للرصد التلسكوبي. أما بالمناسبة، الاحترار المناخي للأرض يتواصل. قوى الإطباق الكهرومغناطيسي يتفرغ الآن على شكل زلازل متوسطة الشدة بأماكن مختلفة وعديدة من العالم، لكن عندما تهدأ الزلازل المتوسطة، لو هدأت نسبيا، فهذا يعني أن الاختزان سيتفرغ على شكل نبضة مركزة
قد ترقى لقوة تفوق 7.5 ريختر. إن هذه الزلازل المتوسطة لها تأثير انزياحي للقارات ويدل على نشاط السمة اللينة التي تحتها. الاختزال لا يقتصر على زلازل أو الصدوع المتوسعة بل على المناخ الأرضي بشكل عام، حيث إذا لاحظنا ما يحدث من عواصف رعدية شديدة وغير مسبوقة في بعض المناطق إنما هو ترجمة لما يحدث من اختزال كهربائي في الأيون الأرضي. فعندما يتخلخل الحقل الكهرومغناطيسي للأرض أو الحامي أو الدرع الصاد فإن شحنات زائدة تتسلل نحو الداخل وبالتالي تشحن الهواء المشبع ببخار الماء كتيار ساعد، وانزلاق أحواض علوية باردة وذلك بغير ميعادها أو بغير ميعاد حدوث ذلك وبدرجة حرارة باردة جدا يجعل من هذا التفوت الحراري الكبير أن يهبط بقيم الضغط بشكل مفاجئ وتتكون خلايا رعدية عنيفة جدا تشكل حالة من عدم الاستقرار. وهذه الأمطار الرعدية أو هذه الحالة من عدم حالة الاستقرار تتسبب في فيضانات وسيول جارفة غير مألوفة كما نشاهد الآن في العديد من بقاع العالم. إذن فتأثير التخلخل الحقلي من ناحية المناخ يؤثر بمناخ الأرض ككل وليس على منطقة دون أخرى. هذا تفسير مبسط لحوادث البرق والرعد، وهناك فرق آخر بين مفهوم البخر والتبخر. فالبخر يتم بأي درجة حرارة أي درجة حرارة ما كانت، أما التبخر يتم عند ارتفاع درجة الحرارة. فعندما يتبخر الماء نتيجة احترار زائد يتصاعد هذا البخار نحو الأعلى. لماذا؟ لقلة كثافته وخفة وزنه، وذلك تدفعه تيارات هوائية حارة تصاعدية، وأثناء التصاعد تحتك الجزيئات أو جزيئات الماء بالهواء وتكتسب منه شحنات كهربائية قد تكون سالبة وقد تكون موجبة. تصطدم هذه التيارات المفعمة ببخار الماء المشحون وذلك في حوض علوي بارد، ويتكاتف بشكل عمودي نتيجة استمرار التيارات الساخنة الصاعدة. عندها يتشكل لدينا غيوم تدعى بغيوم ركامية، أي تتراكم فوق بعضها البعض وتنمو لحد معين قد تصل إلى نهاية طبقة التروبوسفير. تتكاتف أكثر ما دامت التغذية الحرارية من تلك التيارات الصاعدة مستمرة. تحتك هذه الغيوم الطبقية ببعضها البعض، فإن كانت إحدى الغيوم ذات شحنات متباينة أي سالبة موجبة فإن احتكاكها يولد شرارة كهربائية عالية الفولتية وتدعى البرق. وإن كانت الغيوم موجبة فإن التفريغ الطاقي يحتاج إلى سطح سالب، وهذا السطح السالب هو الأرض، فيشكل السحاب الموجب والأرض السالبة دارة، فتتفرق الشحنة بالأرض بشكل صاعقة هابطة نحو الأرض. فهناك فرق إذن ما بين البرق والصاعقة. فالطبيعة لا تقبل الفراغ، لا تقبل بتاتا بوجود فراغ. فعندما يحدث البرق فإن الهواء الذي حدث به ذلك البرق يذوب بفعل الحرارة العالية ويخلق فراغا جوي
يطبق الهواء المجاور له والمفعم ببخار الماء لملء هذا الفراغ، وعندها يحدث صوتا يصم الأذان أحيانا ويدعى الرعد. يتكاتف بخار الماء بشكل سريع ولحظي عند هذه عند ذلك، ويهبط أو يهطل بغزارة شديدة. وهذا المطر مشبع بغاز الأوزوت الجوي المذاب بواسطة الحرارة أو حرارة البرق، ويشكل سمادا طبيعيا هذا على الأرض. أما في الجو فإن حدوث شرارة عالية الشدة والحرارة تصبح وسيطا لاتحاد ذرة الأكسجين الوليد مع جزيئي أكسجين ثنائي، فيشكلان غاز الأوزون الحامل للإشعاعات الكونية ما يرمز بالأو 3 أو الأو 3، ويرتفع نحو طبقة ستراتوسفير. فهنا نرى فوائد البرق والرعد وإعجاز خلق الله في الكون. وأيضا يمكننا أن نحسب، هناك عملية حسابية لنعلم كم نبعد عن مركز العاصفة الرعدية، وهي كالتالي: عندما نرى البرق نعد الثواني حتى نسمع صوت الرعد. انطلق البرق، عد بالكرونو عدد الثواني وتضرب القيمة الزمنية ب 340 وهي سرعة الصوت في الهواء بالمتر ثانية، هذا بإهمال درجة الحرارة وعوامل أخرى. المهم، مثلا أعطيك مثال، مثلا شاهدنا البرق وبعد 5 ثواني سمعنا الرعد، يعني العملية الحسابية ستكون كالتالي: 5 × 340 تساوي 1700، فيكون بعدنا عن مركز العاصفة 1700 متر. وهكذا سبحان الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأرجو أن أكون قد أفدتكم، وللحديث بقية، وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.